السلام عليكم. اهلا وسهلا، حياك الله حاج ادم. هذه اسواق بدر القديم ومنازل سكانها على نفس هذا الطراز، جميعها من بيئه هذه المنطقه، الطين والخشب وكذلك جذوع النخيل. ومثل ما انت شايف امامنا هذا الحجر وهذا الطين وهذا الخشب، جميعها من صنع يعني هذا الانسان. في كان في نعم. في يوم من ايام كان هذا سوق، جميع هذا سوق تجاري، نعم، ومساكن الاهالي في الناحيه الثانيه، لكن هذا كله سوق تجاري. طبعا بدر قديما كانت عباره عن سوق تجاري تمر به القوافل، نعم، منذ غزوه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا كله كان كله اسواق، كله محلات. هذا محل محل، شوفوا كله محلات كان. فطبعا تتعدد اساليب البناء على حسب الحقبة الزمنية، نعم، وهذه طبعا الحقبة الزمنية الماضية. نعم، جذوع النخيل، الطين، الاخشاب، كل هذه من صنع الابناء هذه المنطقة. هذه كلها اسواق، شوف يعني وين ما تمشي كلها اسواق، ويمكن قيصريات حتى كانوا، يعني يمكن السقف كان فوق المحلات، يمكن كان ما نعرف. شوف جذوع النخيل، السعف، واحنا نسميه الجريد. نعم نعم نعم، شوف هناك سبحان الله كلها ما زالت موجودة، شاهدة على تاريخهم. اي أيوة والله، هذه يخلوها حاجاتهم هنا، يعرضوها، يعرضون حاجاتهم للزباين. هذه دكانة. اي اي. يا الله يا الله. مرت عليك منطقة زي كذا حاجة آدم؟ في العلا، نعم، في مناطق يعني خيبر تقريبا، وخيبر يعني في مناطق اثريه كثير راحت لها. انا في طريقي من بريطانيا الى المكه المكرمه، نعم، مر علي، لكن هذه اول مره ادخل بالتفاصيل مالته، يعني هذه ما دخل يعني، بس من بعيد كنت اتفرج عليهم، لكن حياك الله. تفاصيل عنه. ايه انت اعطيتني تفاصيل بصراحه، يعني شكرا جزيلا حبيبي ماهر.